وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقالت جماعة ماكرة ولئيمة من أهل الكتاب، قيل أنهم كانوا 12 حبرا من أحبار اليهود أدخلوا في دين محمد أول النهار باللسان فقط ودون الاعتقاد، وأظهروا لمحمد والذين معه أنكم صدقتم وآمنتم، واكفروا آخر النهار واخرجوا منه، وقولوا لهم: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بنبي وظهر لنا كذبه، لعلهم يتشككون في دينهم ويرجعون عنه ويقولون: لو كان صحيحا لما خرج منه أهل العلم والكتاب وهم أعلم وأبصر منا به، ولكن الله عز وجل فضحهم وبين مكرهم وكيدهم، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. وفي ذلك أيضا حماية لضعاف الإيمان من مكر اليهود وكيدهم، ورحمة من الله بهذه الأمة، وتحذير لنا جميعا من أمثال هؤلاء في الكيد والمكر والتلبيس والتدليس وما أكثرهم. فتجد جماعة تطعن في القرآن، وجماعة ثانية تطعن في السنة الشريفة، وثالثة تطعن في الصحابة الكرام، ورابعة تطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وخامسة تثير الشبهات، وسادسة وسابعة وعاشرة. وقال الطائفة وجه